أصحاب المعالي والسعادة والسيادة، زملائي المصرفيين، أيها الحضور الكريم، يسعدني أن أرحب بكم جميعاً وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى مصر العزيزة رئيساً وحكومة وشعباً على هذه الاستضافة الكريمة وعلى حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال. والشكر والتقدير إلى معالي الأخ الفاضل الأستاذ طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري على رعايته لهذا المؤتمر ومشاركته في افتتاح عمله. وأنتهز المناسبة لأتقدم من معاليه بالتهنئة القلبية لمناسبة التجديد المستحق له لولاية إنسانية. يأتي مؤتمرنا هذا العام في ظل استمرار الاضطرابات المتنقلة التي تهز العالم العربي، حيث تطغى المستجدات الإقليمية والدولية بتداعياتها وحالات عدم اليقين التي تولدها على أي جدول أعمال آخر. فمنطقتنا تتموضع اليوم في أعلى سلم نقاط الاستقطاب العالمي لفعل حجم ثرواتها وصراع المصالح عليها، كما تتفاقم فيها الأزمات الاقتصادية المتنقلة من بلد إلى آخر في ظل تصاعد المديونيات العامة وضعف النمو الاقتصادي والإنفاق المتمادي لتمويل الحروب والصراعات. وقد تأثر تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بهذه الأجواء وتقلصت مستويات النمو الاقتصادي وارتفعت البطالة إلى معدلات قياسية في بعض البلدان العربية، مما شكل أبرز محركات الاحتياجات والتوترات الاجتماعية وهددت الاستقرار السياسي كما هو حاصل حاليا في العراق ولبنان وبلدان عربية أخرى. وقد تأثر القطاع المصرفي العربي من جراء هذه المستجدات وإن كان بصورة متفاوتة بين بلد وآخر، مما حال دون أن تتمكن المصارف العربية من استخدام طاقاتها الكاملة والكاملة بالشكل الأمثل لخدمة اقتصادات بلدانها وشعوبها. يضاف إلى ذلك أن الاستدانة الكبيرة التي قامت بها بعض الحكومات العربية من المصارف العربية وضعت تلك المصارف في وضع صعب جدا زاويتين: الأولى هي منافسة الحكومة للقطاع الخاص للحصول على التمويل، مما أدى إلى انخفاض قدرة المصارف على تمويل الاقتصاد الحقيقي، والثانية تتمثل في أن ارتفاع مديونية بعض الحكومات قد يؤدي إلى عدم قدرتها على تسديد تلك الديون ومن ضمنها ديون المصارف، وهو ما يؤدي إلى كارثة على صعيد المصارف والمودعين والمساهمين. إلى جانب ذلك فإن تراجع النمو الاقتصادي في دول عربية وتراجع نوعية الخدمات العامة مع تراجع كبير في مؤشرات الحوكمة في القطاع العام أدى إلى تفشي الفساد وتسجيل مستويات منخفضة جدا في مجالات تطبيق القوانين ونوعية التشريع والثقة بالقطاع العام، إضافة إلى مزيد من التراجع في النشاط الاقتصادي وريادة الأعمال. وبالتالي فاقم مشكلة البطالة والفقر والهوية التي تعاني منها المنطقة العربية أصلاً. وبسبب كل ذلك سجلت بعض الدول العربية أدنى النسب في النمو في مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية على الرغم من قياستها بثروات طبيعية وبشرية ضخمة. وبالنافل القول أن الأزمات تخفي فرصة للتطوير والتغيير وأن الخطر يخلق الصحوة. ومهما كانت الظروف صعبة فإن القطاع المصرفي العربي بقي صامدا ومتماسكا مستشعرا على مدى السنوات الماضية ضرورة مواكبة تحديات من قوانين وتشريعات، وكذلك ضرورة الاستمرارية في خدمة اقتصاداته ومجتمعه. كما تلعب السلطات النقدية العربية دورا رئيسيا في تأمين امتثال مصارفها للقواعد والتشريعات الدولية ورسم استراتيجيات تؤمن متطلبات انفتاح المصرف العربي على المجتمع المالي الدولي. وبالإشارة إلى مناخات الاستثمار فإن منطقتنا العربية تتمتع بالكثير من الإمكانات، لكنها في الوقت نفسه بحاجة إلى تطوير التعاون بين بلداننا على كل المستويات. ففي هذا المضمار لا
لابد من التأكيد بأن القطاع المصرفي العربي يملك من الإمكانات ما يزيد عن حاجات تغطية التمويل والاعتماد للنمو المرتقب في عمليات الاستثمار البيني والتبادل التجاري، كما يملك ميزات خاصة في سرعة الحركة والكفاءة البشرية والتقنية يمكن للحكومات استثمارها في تسريع إعداد وتنفيذ المشاريع المشتركة. إن تعزيز مناخات الاستثمار في العالم العربي وتفعيل التجارة البينية يبقى هدفا استراتيجيا لمستقبل بلداننا وشعوبنا في سبيل تحقيق التنمية الشاملة وتحسين قدرات شعوبنا للتقدم والتخلف. ونحن نقول سابقا بأن هذا الهدف ليس سهل المنال في واقعنا العربي المشتت، وهو ليس بالمستحيل أيضا، كما أن فتح قنوات التعاون والتجارة والاستثمارات الثنائية بين بلداننا من شأنه أن يعود بفوائد كبيرة ومتبادلة بالنظر للانعكاس الإيجابي للتنمية الاقتصادية على الاستقرار الاجتماعي والسياسي والأمني في كل بلداننا. إن صورة المستقبل ليست كلها بائسة، إذ يشهد عالمنا العربي إضافة إلى دول الخليج نشوء مراكز إقليمية جديدة للنفط والغاز، بعضها بدأ يتحقق كما هو حال مصر، والبعض الآخر في طريق التحقق كما هو الحال بالنسبة للبنان قريبا وربما غيره من الدول العربية. وهنا لابد للتوقف والإشادة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر مؤخرا، والذي عرف نجاحا كبيرا مبني على رؤية طموحة وضعتها القيادة السياسية، وأدى إلى تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال من خلال إصلاحات تشريعية ومؤسسية وهيكلية. وبالفعل فقد أشادت المؤسسات الدولية بهذا البرنامج واعتبرته نموذجا يحتذى به، حيث تقدمت مصر 15 مركزا في تقرير التنافسية العالمية للعام 2019، وكذلك مؤشر هارفارد الذي صنف مصر ضمن أسرع 5 اقتصادات حققت نموًا. وهذا مثال على النتائج الفورية التي تنشأ بفعل سياسة نقدية ورؤية اقتصادية واضحة قادرة على إحداث مفاعيل إيجابية سريعة في بيئة حاضنة للاستثمارات والأعمال. أيها السيدات والسادة، إن الرسالة التي يهدف اتحاد المصارف العربية إلى إطلاقها في هذا المؤتمر تشكل دعوة للقطاع الخاص والمخاطرة العربية إلى المشاركة الفاعلية في تعزيز التنمية، وللمصارف العربية إعادة توجيه إمكاناتها التمويلية إلى الاقتصاد الحقيقي والتنمية، وللحكومات وجوب تخفيف الاعتماد على الاقتراض من المصارف ومزاحمة القطاع الخاص في سعيه للحصول على التمويل والتقيد بإجراءات إدارة المخاطر وليس تجنبها، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين والتشريعات وعدم التقيد بالإملاءات التي تساهم في هروب الرسامين أو التقاعس عن دعم المشاريع الناشئة. أتمنى لهذا المؤتمر أن يحقق الأهداف المطلوبة، وأشكركم على إصغائكم.